مفاجأة الفنان أحمد سعد لجمهوره من على المسرح، حيث أعلن الفنان خطوبته من زوجته السابقة وأم أولاده علياء بسيوني، وده بعد فترة طلاق دامت لمدة سنة كاملة. وأشار أحمد سعد إنه هيبدأ مع أم أولاده حياة جديدة. طبعا أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي؟ عشان احنا اتطلقنا يعني، بس قرارنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم، ان احنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة. فين لولا؟ فين لولا؟ هي موجودة معانا، سقفولها يا جماعة، سقفولنا بجد بجد بجد، عشان احنا بنبتدي حياة جديدة. بجد بجد، دي رسالة لكل الناس، رسالة لكل الناس اللي اتطلقت يعني، او اللي لسه هتطلق، واللي هيتجوزوا يدوا نفسهم فرصة بعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي حاجة، ويبتدوا حياة جديدة ما فيهاش اي حاجة وحشة ولا حلوة، بس يبقوا مع بعض وخلاص. شكرا جدا 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 ليكم، نغني عليك يا عيون غابتنا في حلوة. هنشوف هتنجح ولا لا. هعزمكم في الفرح كلنا، هعمل فرح هنا في ماليزيا. بس 3 سنين بقى ما اعرفش. ايوة بسببك قادر اكمل، وقت ما بتعب ليها بروح. عليك يا عيون وفيها من جمال أسرة. عليك كلام يمشي بحزن وبتمام، يطمن قلبي يرجع كام، فاكرة لو انت كان أكتر.